بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف الخلق اجمعين. اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. فيديو النهارده متنوع جدا وغني بالمعلومات، وكمان فيه مفاجآت جميلة جدا خاصة بالصغار. فيديو رائع، فيديو قيم. لكن قبل ما نبدا الفيديو ما ننسوش ابدا ندعو لاهلنا ان ربنا سبحانه وتعالى ينصرهم ويثبت اقدامهم. حاجة كمان، ما تنسوش اللايك، واللي ما اشتركش في القناة يشترك عشان تدعمونا ونزيد المشاهدات ونقدر ننتج لكم فيديوهات اكتر ونديكم معلومات اكتر. فيديو النهارده فيديو ممتع جدا، فيديو قيم جدا، يا ريت تتابعوا الفيديو للنهايه. يبدا يومنا في الصباح الباكر تقريبا بعد صلاه الفجر مع ظهور الضوء. ريكس في نوبه حراسه بيراقب الحيوانات، بيراقب السطح، بيراقب حيوان غريب بيتجسس على السطح بتاعنا، قط غريب على سطح الجيران بيبص على السطح بتاعنا. انا عايز اقول لكم ان انتوا دايما في الفيديوهات بتشوفوا القطط بتاعتنا في البيت بتشاكس ريكس وبتضربه وبتعذبه، ريكس ملوش اي رد فعل. انا عايز اقول لكم ان ريكس حيوان قوي جدا، قادر على انه يقطع اي حيوان بانيابه في لحظات، لان هو عارف ان القطط دي تبعنا، القطط ديت اصدقاء، والقطط ديت اصدقائنا في البيت فما بيزهاش. اما وجود اي حيوان غريب على السطح ممكن يقطعه بانيابه في ثانيه واحده بس. ريكس طبعا هيفضل منتبه كده وواقف، لو نزل القط ده على السطح مش عاوز اقول لكم ممكن يحصل فيه ايه. ماشي يا ريكس، خليك مكانك وتعالوا مع بعض اوريكم احدث ثمار الباذنجان او البدنجان باللهجه بتاعتنا اللي ظهرت عندنا على السطح. ام عبد الرحمن بتعشق اكل البدنجان ني، وحتى الاولاد عندي، انا عودت الاولاد عندي ان هم ياكلوا الخضروات النيئه. الخضروات النيئه مفيده جدا للجسم، مهمة جدا للجهاز الهضمي. البدنجان بالذات والشمندر فيهم نسبة حديد كبيرة، بتعالج الأنيميا، تقضي على الخلايا السرطانية، فيها مضادات أكسدة، فيها فيتامينات، أملاح معدنية، فيها مجموعة من الفيتامينات اللي ممكن تفسد بالطهو، تعرضها للحرارة ويفسدها. عشان كده دايما بقول لكم في القناة، ودايما عبد الرحمن دايما بتقول لكم تنبه عليكم، لأن مدرسة علوم وعارفة الكلام ده كويس، تقول لكم كلوا الخضروات النيئة وعودوا أولادكم إن هم ياخدوا الخضار الني. من أهم الخضروات وأسهلها في الزراعة عندنا هنا على السطح هو الشمندر أو البنجر الأحمر. متعدد الفوائد، نبات مذهل، نبات جميل جدا، نبات زراعته سهلة جدا، ممكن يتزرع على مدار العام. انا عايز اقول لكم انا بستخدم الشبندر او البنجر الاحمر مش لينا احنا بس، يعني دايما في الغالب بستخدمه كعصير مع الليمون او البرتقال او الجوافه، فيتامين سي عموما يعني، لعلاج الانيميا وعلاج الضعف العام. ولكن انا بستخدم كمان البنجر الاحمر او الشبندر. شوف ريكس بيبص لي ازاي، يعني بيقول لي شوف انت شغلك ومالكش دعوه بيا. بستخدمه كمان للدواجن بتاعي. زورو اليومين دولت بقى مشاغب، بيطير كتير، بيقع في اماكن، بيقف في اماكن مش طبيعيه، ومزهاني اخر زهق. كتير متابعي القناه قالوا لي خصوبته ضعيفه، استبدله بدكر مسكوفي وهجنه مع البط النتيات اللي عندك هيديك انتاج عالي. مش عارف الحقيقه، مش قادر اخد قرار حاسم بالنسبه لموضوع زورو، يا ريت تساعدوني فيه. فبفكر في الايام اللي جايه استبدل القطيع كله، قطيع البط اللي موجود عندي بقطيع جديد. دي السمان الصغار بتاعنا، بسم الله ما شاء الله عليه، بدا مرحله النمو بتاعته. بفكر استبدل قطيع البط السوداني او البط المصري كله بالكامل. في بعض متابعين القناه اتصلوا بيا على الواتس وكتبوا لي تليفونيا، قالوا يا ابو عبد الرحمن احتفظ بالاناسي، الاناسي كلهم بيرقدوا، ودي صفه ممتازه جدا بالنسبه للبط. المشكلة عندك بس في الدكر، حاول تجيب دكر مسكوفي تخلطه مع البط السوداني يديك إنتاج عالي. في الحقيقة زي ما قلت قبل كده، وفي برضه من متابعي القناة وافقوني، إن البط السوداني أو البط المصري مردوده مش مجدي. فأنا بإذن الله هنحاول نقلل الأعداء. الوز من أجمل الطيور اللي ربيتها على السطح برغم الصوت عالي. النهاردة بقى المفروض فأس الرومي، ودي بقى كانت المفاجأة الصادمة بالنسبة لي. أول كتكوت رومي طلع اتقتل، يعني فوجئة صادمة بالنسبة لي فعلا، حاجة أنا 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 جالي حزن شديد. سنين كتكوت، سنين كتكوت نمو مكتمل، الظاهر إن هي الأم فقست، كتكوت طلع قتلوه فورا، اللي قتله بقى الذكر، قتلته الأناسي، المهم إن هو اتقتل. طبعا بعد فترة طويلة من الرقاد ويحصل كده حاجة تزهق.
طبعا غلط من عندنا احنا، احنا الغلطانين، احنا اللي مكان الرقاد غلط، لا يصلح اصلا الرقاد مع وجود طيور بلغة. كانت المفروض تتعزل في مكان منفصل، ولكن قلة الاماكن عندي هي اللي سببت لي المشكلة. طبعا ما اقدرش احط ايديا لان هتأذيني اذية جامدة. يعني كنا نشوف، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله، يا رب يا مسهل الحال، يا رب يا مسهل الحال. بحاول اغطي صوابع ايديا عشان ما اتعورش، وعاوز ابص تحتيها اشوف ايه الاخبار. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. طبعا بصور لوحدي، وام عبد الرحمن راحت المدرسة لا بسم الله ما شاء الله، بسم الله اللهم صل على سيدنا محمد. جميل 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 جميل، كويس كويس قوي كويس. هحاول اطلع الرومية خالص من المكان ده، واشوف بقى ايه الكتاكيت الصغيرة اللي طلعت والحقهم، لان اي كتكوت هيطلع هيتقتل فورا. طبعا ده كان خطأ، واحنا بنحصد نتيجة الخطأ بتاعنا، انما الخطأ ده احنا ما كررناهوش في الرقاد التاني للرمية التانية، عزلناه في مكان منعزل حتى احنا حجبنا عنها المدى البصري، ما تقدرش تشوف اللي بره بسبب قطع القماش احنا معلقينها عشان ترقد في هدوء وتبقى بعيد عن العوامل الخارجية اللي ممكن تأثر عليها او تضايقها. انا جبت جردل صغير عشان احط فيه الكتاكيت الصغيره كتاكيت الرومي، وابدا انزلها في الحضان تحت، افضل وامن، لان انا ما عنديش مكان ان الام تحضن صغار، برغم ان تحضن الام الصغيره هو افضل شيء، لان انا ما عنديش مكان. يعني انا فكرت كتير احطها فين هي والصغار، ما لقيتش مكان. طبعا بعد ما قتلوا واحد، ويعني قتلوه جميل، هو نقوله ايه، نقول لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، مضروب في دماغه زي ما انتم شايفين كده، منقور في دماغه، مات فورا. اكيد طبعا اي واحده من الامهات الكبار او الذكر نقره قتله. هو اصلا الرومي اساسا يعني حيوان نسبه ذكائه مش كبيره، ودي مشكله في الرومي، حيوان بدائي جدا. هنبدا نرفع الروميه وناخد الصغار نحطهم في الجردل اللي انا جبته ده، وابدا انزله تحت في الحضان، واحتفظ بيهم في الحضان، والحمد لله ان انا عملت الحضان في الوقت المناسب. الحمد لله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. نبدا بقى نحط الرومي جوه الجردل وننزل نحتفظ بيهم تحت في الحضان، وترجع الروميه ترقد على البيض، وتبدا بقى باذن الله نشوفه تاني يوم. اي كتكوت هيطلع هاخده انزله تحت مع اخواته في الحضان تحت. الحمد لله ان الحضان جه في وقتي، وانا عاوز اقول ان اي حد عنده مكان وبيحب يربي الدواجن لابد من عمل الحضان فعلا، يعني حاجتين مهمين جدا، الحضان والمفرخ. بالنسبه للدول اللي ما بتقطعش فيها الكهرباء كتير، المفرخ مهم جدا. ده كتكوت فشل في الخروج من البيضه، ما عرفش يطلع من البيضه، مات جوه البيضه. ده حتى لو اتفرخ كان هيبقى كتكوت ضعيف، مش هيبقى مردوده الانتاج ضعيف، وهيبقى فيه مشكله، فهو ما قدرش يطلع من البيضه فاتخانق ومات جوه البيضه. ده خلاص قدر الله ما شاء فعل، ده موت طبيعي، انما اللي انزعلت عليه الكتكوت اللي هو طلع كان نشيط، طلع من مكانه وراح الكبار اكلوه، مش مشكله، قدر الله ما شاء فعل، وربنا عوض علينا خير الحمد لله. لسه فاضل البيض، مجموعه البيض ديت، وهناخده معانا الست كتاكيت دولت من الزمن تحت الحاجة. هترجع الام ترقد على البيض، ممكن ارقدها على فكره كذا مره، ولكن الجو برد، جو برد، برد شديد، وما عنديش اماكن، ما فيش اماكن متوفره، المكان مش متسع، فهي ان هي شوف زي ما قلت لك بالظبط، هتخش تكمل رقدها على البيض، واي كتكوت هيطلع من البيض باذن الله انا هتابعها، اي كتكوت هيطلع هنزل احطه في الحضان فورا. ناخدوا بقى الكتاكيت بتاعتنا، الاول هنتخلصوا من دول، دول هنحطهم يعني خلاص هنتخلصوا منهم، قدر الله ما شاء فعل، والحمد لله على كل حال. معلش، هو كل مربي الدواجن معرضين برضو للخسائر، زي ما احنا بنكسب زي ما بنخسر، المهم تكون المكسب اكبر من الخساره، والحمد لله المكسب هنا كويس. معانا ست كتاكيت رومي جمال، باذن الله تبدا تفرغ كمان الباقي، مفيش مشكله.
ويلا بينا تحت بقى ننزلهم في الحضان بتاعنا الجميل، اللي انا بحمد ربنا سبحانه وتعالى ان الحضان فعلا جه في وقته. تيجي؟ لا لا خليك هنا. طبعا الدجاج الفيتنامي وهو سلاله من سلالات الدجاج الهندي انا نزلته الحضان تحت لان الجو برد عليه جدا زي ما انتم شايفين، معظم الجسم معرض من الريش، حتى الريش بتاعهم خفيف قوي. هنحطه معاهم كده كتاكيت هجومي ونشوفوا رد الفعل. اتمنى من الله سبحانه وتعالى انهم يتقبلوهم وما يحصلش ضرب، لو حصل ضرب هضطر احطهم في مكان تاني او افصل الحضان بتاعي نصين، نص للدجاج الفيتنامي ونص للدجاج الرومي. عموما انا ما عنديش حتى حاجز حاليا، هشغل اللمبتين اهوت وفي المكان في النص بالظبط ممكن نعمل حاجز يفصل بينهم. لو ما ضربهمش وتاقلموا مع بعض مفيش مشكله، ولكن انتوا عارفين دايما انا بقول ان لازم الفصل ما بين الانواع والفصل ما بين الاعمار. هنشوفهم، هنشوف رد الفعل هيكون ايه. طبعا بعد فترة من الملاحظة اكتشفت ان الدجاج الفيتنامي بدأ يضرب كتاكيت الرومي ويضربهم بعنف. خلاص كده بقى لازما اعمل حاجز. انا الحمد لله رب العالمين عندي العدة وعندي خشب، كان عندي قصاصات خشب متبقية من صناعة البطارية ومن صناعة الحضان، وعندي بواقي سلك. هعمل حاجز بسيط كده، بسيط جدا، احجز ما بين الدجاج الفيتنامي وكتاكيت الدجاج الرومي. طبعا لازم طبعا اول يوم هستقبلهم في السقايات الصغيره والمعالف. العلف بتاعي هيكون 23% بروتين بادي ناعم، وادي الحاجز انا عملته زي ما انتم شايفين بمنتهى البساطه. انا سبتكم وطبعا مفيش حد بيصورني، فاضطريت ان انا اعمل الحاجز بدون اي تصوير، مفيش مشكله خالص، هي طريقته سهله جدا وبسيطه. بعد ما خدت المقاسات هنا الميه بتاعتهم هتروح هناك، وانا طبعا حجزت الكتاكيت بتاعتي في الجردل الصغير ده لان لقيت كتاكيت الهندي هتقطع اللي هتقطعهم حتت هتقتلهم، وكفايه عليا بقى خساره واحد. احط الحجز في النص ما بينهم زي ما انتم شايفين كده، طبعا حجز بطريقه سهله جدا وبسيطه مش محتاج ان الواحد يشرحه يعني. والحمد لله ان بواقي الخشب استغلنا بواقي الخشب وبواقي السلك بتاعي، والعده موجوده وعملته تقريبا في 10 دقايق ربع ساعه كنت مخلصه. هنا بقى المشكله عندي يعني كده خلاص، هنا بقى المشكله ان انا اكتشفت ان الدجاج الهندي ممكن ينط من المسافه الفاضيه ما بين السلك والسقف، فهضطر اطلع الحاجز واكمله بحيث ان انا اعزل الدجاج الهندي عن كتاكيت الرومي نهائيا. ناخد كتاكيت الرومي مره ثانيه نحطهم في الجردل، وناخد الحجز بتاعنا نظبطه ونحط له حته سلك، نكمل له حته سلك لحد السقف عشان نمنع نهائي وصول الدجاج الهندي لكتاكيت الرومي، لان انا ممكن اسيبهم ومشي واعتمد ان هم كويسين وفي امان ارجع لهم متدمرين او مجروحين او بهم اصابات. النهارده كتاكيت الرومي الصغير عامل 60 جنيه و70 جنيه، يعني يعتبر خساره كبيره. اخلص الحاجز وارجع لكم باذن الله. خلصنا الحاجز بالدباسه بسرعه وبحته سلك فاضله ظبطته، نرجع بقى نحط الرومي تاني. معلش يعني العمليه متعبه شويه ولكن ممتعه في نفس الوقت. طبعا معايا المقص ومعايا العده ومعايا المقاسات، ظبطت الحاجز تمام مفيش اي مشاكل. كده بقى ممنوع نهائيا وصول الدجاج الهندي بكتاكيت الرومي. نرجع نحط كتاكيت الرومي تاني مرة تانية في الحضان بتاعنا، ونبدأ بقى نحط لهم مستلزماتهم، نحط السقايات ونحط المعالف بتاعتنا، ونبدأ بقى نحط لهم أول حاجة هنحطها في المية. هنحط بإذن الله نقطتين تلاتة عسل أسمر في السقاية،
وبعد كده نبدأ بقى نحط لهم العلف 23% بروتين، وكده يبقى المكان بتاعهم جاهز ودافي وجميل، وعندنا حضان جميل كمان محطوطين على سلك الكتكوت. طبعا انا عاوز اقول التربية في الحضان بتمنع امراض كتير جدا بالكتكوت، طبعا المخلفات بتاعته هتنزل مباشرة في درج السبلة اللي هتنظف بسهولة، كده الكتاكيت بتاعتي مش هتعصب من المخلفات نهائي. رجعنا بقى معانا السقاية بتاعتنا اللي فيها نقول معلقة صغيرة عسل اسمر، طبعا اصغر سقاية موجودة في السوق موجودة عندي، انا كنت بعملها دي للسمان، دي كانت مخصصة للسمان، دي مخصصة للسمان عشان كتاكيت السمان ما تغرقش فيها. كتاكيت اللي انا عاوز اقول ان كتاكيت الرومي اغبى كمان من كتاكيت السمان، فدي مشكلة بالنسبة لي. شوف الكتكوت برضو طلع ومفكر ان دي امه، مفكر ان كتاكيت الهند امهم، فبيحاول يوصلها عشان يتدفى. كده بقى احنا خلصنا خلاص المسقة بتاعتهم، فيها العسل الاسمر، العلف 23% بروتين، حطينا حته قطع من القماش عشان تسد الفتحة اللي هي ما بين الخشب وبين السلك عشان ما يقدرش يعدوا. هنسيبوا الكتاكيت بتاعتنا ونرجع نطمن بقى على الزرع بتاعنا. ام عبد الرحمن هترجع من الشغل قريب وباذن الله نكمل الفيديو مع بعض، ومعانا ام عبد الرحمن. النهارده انا لميت كل البصل المزرع عندنا، وده احلى واحده فيه، ده هتبقى اجمل واحده. ولميت برضو قشر البطاطس، وعندي البطاطس مسلوقه قديمه مش عاوزينها، هنحطه ده للدود وهنزرع ده. وانا هنا فضيت الصندوق بتاع الليفت كله المره اللي فاتت في الفيديو اللي فات، وكانت الروس بسم الله ما شاء الله كبيره قوي. أيوه. وجميل، هنزرع البصل ده مكانه، لان طبعا احنا مش لازم نرمي اي حاجه في البيت. اي حد معاه بصلايه زي دي يا جماعه وما عندوش سطح زينا، في شاليه صغيره او في صفيحه او في ازازه ميه بنقطعها نصين ونحط فيها طينه ونحطها بنغرزها بس كده اهوت، وشويه ميه كل يوم وخلاص، هيبقى عندنا بصل اخضر جميل في الجو اللي احنا فيه ده اللي كله برد وكله فيروسات، هتنفعنا. يلا الجروف اهو يا عبد الرحمن. على فكره انا كنت قطفت لك البتنجان ده امبارح، انا عارف انت بتحب تاكل البتنجان نيه، طلعت لقيت ابو عبد الرحمن قطفها، انا بحب اكلها نيه كده. على فكره في ناس ما بتاكلش البتنجان خالص ني، ولازم تاكله مستوي او في مسقعه او في طبيخ او في ورقه لحمه او كده، لكن انا بحبه ني، لان دايما احنا عارفين ان الخضار الني اكتر فايده. يلا بينا. خلي بالك متابعين القناه بيقولوا لك الطرحه دي ما تنفعش في الصاله. لا ما انا مش بصلي بيها اساسا، هي اصلا ما بتصليش بيها. دي ليفت برضو. خليها دلوقتي عشان ماشي مشكله، يعني هندول كل الزرع ده انا هقطعه مش لازمه. هتسيبي لك النباتات دي ولا تشيلها روح اخرى؟ لا خليها بس كل الليفت الصغير ده. ماشي ده ابو عبد الرحمن طبعا هي هتقلب التربه، التربه طبعا مسمدها، كنت مسميتها بزرع الارانب، واهم سماد عندي هو زرع الارانب فعليا. يعني سماد زرع الارانب يا جماعه، يعني انا عاوز اقول لكم مديني نتائج رهيبه في السطح، مدي نتائج في الزراعه جميله جدا، سواء البول سواء الزبل نفسه. من فوائد زبل الارانب انه بطيء التحلل، بيتحللش بسرعه، بسرعته في التحلل بطيئه جدا، ما بيكونش اعفان كتير، ما فيش اعفان اصلا في التربه، ما بيحرقش النباتات كمان. انا امبارح يعني ام عبد الرحمن خلوها تسرح كده البصل، وتعالى اقول لكم انا عملت امبارح. طبعا في صناديق كتير احنا كنا زارعينها ليفت، وكنا زارعين شويه خس وشويه حاجات شويه خضار يعني، فام عبد الرحمن جمعته والصناديق فضت. انا لقيت كيس بذور انت جايبه لي من دسوق، انا مش عارف البذور دي تقريبا سبانخ ولا ايه، لونها احمر كده ما اعرفش. سبانخ صح؟ احنا ما زرعناش سبانخ. السبانخ اللي هي السبانخ الاوروبي دي. فانا زرعتها في الصناديق دي. هنا انا جبت شويه بذور حلوه لما رحت السوق. هنا الصناديق كلها دي تقريبا، ده بنجر احمر زي ما انتم شايفين، ولو ملاحظين انا هوريكم اكبر الصوره والاضاءه عشان اوريكم حاجه معينه. الارضيه هنا بتاعه الصندوق بتلمع كاني فيها ماده لامعه،
او انا كاسيها بماده معينه. دي حقيقي هتبان هنا كمان اكتر زي ما انتم شايفين كده، زي ما تكون طبقه ناعمه من الطمي الناعم جدا. الطبقه ديت هي الفيرمي كومبوست. هنا انا بعد ما زرعت البذور رحت المزارع الدود بتاعتي واستخلصت كميه من الفيرمي. الفيرمي اللي هي مخلفات ديدان الريد ويجلر والتايجر وورم، انا استخلصت كميه كبيره منها وبدات اروي البذور اللي انا زرعتها، وكمان رويت الشتلات الصغيره الخاصه بالخص الاجنبي بتاعي، مش الخص البلدي، الخص الاجنبي زي ما انتم شايفين كده. مع عبد الرحمن بتجيب ميه من الخزان بتاع الميه عشان تبدا تروي بيه، واديت طبقه ناعمه من الفرم. الطبقه الناعمه من الفرم ديت هتسهل لي عمليه انبات البذور، هتخلي انبات البذور تبقى سريعه. فيكسو فيكسو بيتحب قوي يتفرج في البلكونه. ماشي رؤى حياته. فبتدي طبقه، اديت طبقه من الفيرمي، طبقه ناعمه عن طريق ان انا استخلصت الفيرمي من مزارع دود اللي هوريها لكم دلوقتي، اللي ام عبد الرحمن كمان بتساعدني بصراحه بامانه ربنا، يعني بتساعدني في مزارع الدود انها بتجمع لي معظم الخضار، قشر بصل، قشر بطاطس، قشور كوسه، قشر جزر. خلي بالكم الفراخ البلدي بتاكل الحاجات دي كلها، ولكن يعني انا بفضل ان استخدمها في مزارع الدود. تعالوا مع بعض بقى. ايه خلصت يا عبد الرحمن؟ خلاص كده. الله ينور عليك. شويه البصل دول انا عاوز اقول لكم، شويه البصل الصغيرين دول يعني دول كنز. انا عاوز اقول لكم البصلتين النهارده، ولا البصل واحد تقريبا ب 5 جنيه، البصله ب 10 جنيه. البصله ب 10 جنيه. دي البذره اهيت، البذور في بذره طلعت اهي، دي انا اخرزها اهوت من البذور اللي انا زرعتها امبارح تقريبا. دي فجل، ودي كمان بذره اهي. الفرمي زي السحر. طبعا ام عبد الرحمن عاشقة البدنجان الني، وركسو في الحراسة مالوش مثيل. ركسو ده ليه موقف جميل خالص معايا احكولكوا بعدين. تعالى يا ركسو، ركسو تعال تعال تعال. ايه بص في البلكونة من المواقف الظريفه خالص. اتفضلي. عايزه اقول لكم ان البدنجان الني يعني شوف الحديد. ريكسو بيشوفك انت بتعمل ايه يا ريكسو؟ غني بالحديد. مو عشان غني بالحديد، عشان عاوز حته اللي في الرئه والتهابات في اي حته في جسمنا يبقى علاجها الحديد، عشان تبقوا فاهمين. يعني ريكسو اديني الطفص اللي عاوز. لا ما تديلوش، مش هو مش هياكل. ما انا عارف، بس هو مش هياكل. منك ازاي حته حلوه؟ لا لسه فاطر الصبح واكل 100 100. تديلوش اي حاجه، مش هياكلها خساره. انا اللي عاوز حته عشان ادوق طعمها، مش هياكلها يا ام عبد الرحمن. لا والله هياكلها، ده انا وانا عارفه. ولا هياكلها ولا هيلمس. الله. ما انا بقول لك انت تسمعش الكلام. هادي. انا عايز اقول لكم اوريكم بس القلب البدنجان عامله ازاي. هي صغيره في الحجم، يعني على فكره البدنجان اللي زرعته انا في السطح عندي كله، عايز اقول لكم مش كبير في الحجم، ان طعمها زي السكر، طعمها عسل. شايفين قلبه ابيض ازاي؟ البدنجان حجمه ضخم قوي، ده تلاقي البدنجان حجمه ضخم وفي خفيف. نفس الوقت وزنها خفيف قوي والحجم كبير، وزنها تقيل ومليانه والخلايا بتاعتها مليانه مش هش. طعمها بسم الله ما شاء الله جميل. ايه الجمال ده؟ ام عبد الرحمن جمعت لنا الورق الليفت ده، ده هنحطه للزوز غريب لجوز النهادات بتوعه، وهنحط المزارع الدود بتاعتنا المخلفات اللي ام عبد الرحمن جابتها. يعني فعلا بهتم بمزارع الدود جامد، من اهم الاشياء عندي. وانا هسيبكم وحدد التصوير لام عبد الرحمن، عشان ام عبد الرحمن صعب انها تتعامل مع مزارع الدود. ولا تقدر تتعاملي معاها عادي؟ طب يلا. طبعا احنا طورنا السطح، وكل شويه بنطور في السطح، عملنا تطورات جديده هوريها لكم دلوقتي. بس ام عبد الرحمن بس شو زورو فين؟ زورو عمل امبارح يا ام عبد الرحمن، عمل كارثه امبارح. زورو بقى، زورو المعلم زورو اللي واقف لي على العشه وبقى ورا واحده من البطاط، طلع رجل ورا واحده من البطاط اللي هم راقدين دول. وطاروا الاثنين بره، وهي كمان من خوفها منه نطت في الشارع، والجيران جابوها لي. والجيران جابوها لي. الناس اللي بتتكلم بتقول، في بعض بيجي لي بعض التعليقات
بيقولوا لي انت بتزعج الجيران او الطيور بتاعتك بتزعج الجيران او بتسبب ازعاج. انا عايز اقول لكم احنا في مدينه ريفيه، كله بيرب هنا. احنا مش مدينه صناعيه، احنا مدينه ريفيه، عندهم فراخ عندهم كل حاجه. كل الجيران اللي حوالينا بلا استثناء بيربوا، وخاصه الدجاج البلدي او الدجاج العربي. ام عبد الرحمن تبدا بقى تحط مزارع المخلفات بتاعتنا. العمليه بسيطه جدا وسهله، هتبدا توزع البطاطس وقشر البطاطس بقى الخضر كلها عموما على مزارع الدوق. شديها بالراحه، شديها بالراحه. طبعا انا برضه عاوز اوضح لكم نقطه مهمه جدا بالنسبه لمزارع الدود. زي ما انتم شايفين هنا انا حاطط ورق كرتون مقطع وكراتين بيض مقطعه مهروسه هنا ليه بقى؟ ليه؟ الورق مباشره، لان هم دي بيسموها البيئه الكربونيه اللي الديدان بتعشقها بالنسبه لوضع البيض. انا كده بساعدهم على وضع البيض زي ما شايفين كده. معلش يا ام عبد الرحمن شديها شويه بره كمان، واقلب لنا اي حاجه كده عاوزين نشوف بس الدود كده. دي ديدان الفيرمي كومبوس ريد ويجلر والتايجر وورم زي ما انتم شايفين. ولو ملاحظين ان حلقات وضع البيض واضحه وكبيره وصهره. طبعا انا بوضع الكراتين دي امبارح، كان يوم اجازه بالنسبه لي، وكانت ام عبد الرحمن عندها مدرسه، فاستغليت اليوم ده ان انا جبت مجموعه من الكراتين وسبتها حوالي 48 ساعه. كراتين بيض وكراتين عاديه واوراق، حتى اوراق المناديل القديمه استغلتها. كل الاوراق وكل المخلفات ديت الكربونيه ديت انا استغلتها في مزارع الدود بتاعتي عشان انشط عمليه وضع البيض ووضع الشرانق. في الحقيقه ان التربو اللي انا عامله ده انا عملته من صناديق الرنجه زي ما انتم شايفين كده، وطلع ممتاز جدا في تربيه الديدان، اداني نمو رائع للديدان بتاعتي. انا جامع امبارح كميه فيرم كومبوست ممتاز زي ما انتم شايفين، بواقي المايه كلها بتتجمع في الاناء اللي تحت ده. ايوه يا ريت. الشيل الدكر ده، الشيل الدكر ده اللي هيودينا في داهيه ده. ده يعمل له 2000. لا 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 لا، ده بيطير زي الحمام. هو شاف ريكس خاف على فكره. امسكهولي. امسكهولي هقصه. طيب المقص عند طب سيبيه مش هتقدري. طب سيبيهولي خلاص، انا همسكه انا هقصه. سيبيه دلوقتي. معلم بيطير. بيطير يعني بيطير لجناحته بيطير. وبسم الله ما شاء الله عليه، وزنه يعني ايه تمام، يعني وزنه جميل. الا ان الجيران هنا عندنا يعني ربنا يبارك فيهم امانيين جدا. ام عبد الرحمن جابت المقص اهيت، مش هتقدر عليه. طيب انت تستلم التصوير انت يا ابو عبد الرحمن، اتفضل. مش قادرك يعني؟ تعال. يا نهار ابيض، مش هتقدر ايه فعلا؟ ده جامد. صحيح. ايه القوة الفظيعة دي؟ اثبت. شوف الجناح. الجناح قد ايه؟ انا برضه عشان الجو برد هقص ريشة واسيب ريشة. تحس ان انا اعجزه عن الطيران وفي نفس الوقت ما ايه ما اخليش جسمه يبرد. طبعا كل الناس قالت لي وقفوا قص، وقفوا عشان ما يتعبش. لا خلاص، لو وقفت هيعمل لي مشاكل، لو وقفت هيضرب برجله. خلاص بشكر طبعا متابعينا القناه اللي قالوا لي يا ابو عبد الرحمن فعلا انتاجه ضعيف، ممكن تستبدله بذكر مسكوفي. بس بسم الله ما شاء الله وزنه، بسم الله ما شاء الله لما صلى على سيدنا محمد، حاجه محترمه يعني كده. مش هتقدر تطلع بقى، وفي نفس الوقت حافظنا على الايه؟ على رشدي كده.
برضه رايح لها برضه يضايق فيها. ماما عبد الرحمن فكرتيني، تعالى نتاكد، تعالى نشوف الرومه بسرعه لو طلعت كتاكيت صغيره تاني. هنبص عليها خلاص هي ميعادها يعني. مع بعض نبص ونشوف كده. بسم الله ما شاء الله سهل الحال، يمكن طلعت كل حاجه بس ايه ما تعرفنيش. بسم الله. بس هما كتاكيت في الحضانه، هننزل له نطمنه عليهم كمان شويه. بس هما منتظرين. هي بتظبط البيض ولا؟ اه بتظبطه بتظبطه هتظبطه. ليه يا ام ممتازه. بس طبعا انا عايز اقول لكم كانت غلطه مننا، هي مش غلطه مننا بقى، هو قله المكان عامل لنا مشكله كبيره. قله المكان بالنسبه لنا مشكله كبيره. كان المفروض نعمله زي ما عملنا هنا بالظبط، ترقد في مكان بعيد. هنا في واحده راقده هنا. ايوه ايوه نغطيها بس عشان ما تخافش. معلش. فهنا كنا المفروض احنا رقدناها في مكان بعيد. على فكره الفرخه دي باظت. بسم الله ما شاء الله. بابا ده لسه بشار صغير. وكمان بيضه كمان. بيضه كمان؟ احنا ما خدناش بالنا. طب كويس. ده جميله على فكره الفرخه ده الفرخه ده بلدي؟ دي ممكن هجين بلدي على خيومي ذهبي. طب ما ندخلوها مع الفراخ بالليل. لو دخلناها مع الفراخ اديك هيزعل. ده عايز اثبت بقى في بيض. الفرخه دي ممتازه، فرخه فعلا ممتازه. بسم الله ما شاء الله عليها. بالنسبه للفراخ الهندي اللي هنا ده رجعتهم تاني. انا عندي مشكله بالنسبه للفراخ الهندي، كل لما احط الفراخ الصغيره مع الكبار يضربوهم يقتلوهم ضرب. يقتلوهم ضرب. فعزلتهم. فواحد صديق امبارح عبد الرحمن مقوطه من بورسعيد قال لي يا ابو عبد الرحمن خدهم حطهم مع الفراخ البلدي. يتهجنوا مع ديك الساسو. طب هم ما يضربوش البلدي؟ دول ما يضربوش البلدي. لا مش هيضربوا البلدي. الديك الساسو هادي عن الديك الهندي. خلاص ماشي. قال لي بالليل هاخدهم بالليل ادخلهم مع الفراخ البلدي ونفضوا من الايه؟ من القصه. باذن الله. او ناخدهم نطلعهم هنا مع الديك الفيومي. لا ضيق المكان. ضيق المكان. لا خليهم مع البلدي احسن. طبعا سنكتفي بهذا القدر من الفيديو عشان ما نطولش عليكم اكتر من كده. الفيديو القادم باذن الله هنطمن على كتاكيت الرومي، وهنشوفه كمان زغليل الحمام، وهنحصد عدد من زغليل الحمام اللي انا عاوز اقول لكم اللي انتوا شخصيا هتفاجئوا بجمالها قد ايه قد ايه كانت جميله. هتشوفها في الفيديو القادم باذن الله. استودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، وعلى امل لقاء جديد في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.